السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غالين. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات، جديدنا لليوم من وكيل هيونداي بالمملكة العربية السعودية، بالتحديد بالمنطقة الغربية. غني عن التعريف الناغي، نستعرض مع بعض أشهر سيارات أو أشهر سيارة في اسطول سيارات هيونداي الأكثر انتشارا، بالتصميم الجديد، بالهوية الجديدة، الانترا موديل 2021. راح نبدأ تقييمنا للسيارة، لكن قبل ما نبدأ تقييمنا للسيارة أتمنى منك الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة أعطونا آراءكم وتقييمكم لتصميم هيونداي الانترا في خانة التعليقات، ونبدأ تقييمنا للسيارة. طبعا السيارة صارت أطول وأعرض وأقل ارتفاع مما أعطاها ثبات أكثر في الطرق، صارت أشبه بشقيقتها هيونداي أزيرا. تصميم في الواجهة الأمامية 3D جاي بشكل ملحوظ وجميل، قصات فيها حادة تعطيها أقرب للسيارات الرياضية. طبعا مثل ما قلنا، فتحات للتهوية بالأمام بالإضافة لحساسات أمامية، فيها أنظمة السيفتي وأنظمة الأمان ثارت أكثر من الماضي بكثير، ومضافة فيها عدة مزايا جميلة. طبعا هذه جزء من الإضاءة الأمامية بشكل كامل، وهذه الفتحات اللي موجودة بالواجهة الأمامية، حساسات أمامية، عدة عدسات، غطى المحرك صار أكبر بشكل ملحوظ. طبعا مثل ما قلنا صارت السيارة أطول وأعرض وأقل ارتفاع، شعار هيونداي جاي في منتصف غطى المحرك. طبعا هنا الإضاءة شوي خافقة، في شوية ما راح توضح معنا بعض التفاصيل، لكن قدر الإمكان بنحاول نوضحها لكم. من الجنب إشارات بالمرايات ودخول ذكي وفتحة بالسقف، مثل ما قلنا جنود كروم، بنصور بطاقة المواصفات اللي حاب يعرف تفاصيلها بشكل أقرب أو أوضح. طبعا المحرك، من ناحية المحرك ما شفت فيها أرقام أو اختلافات عن الموديل السابق بشكل كبير، نفس المحرك 2000 سي سي 1159 حصان والعزم تقريبا 190 نيوتن، 2000 سي سي، والجير 6 سرعات. هذه الجزء الخلفي لها طبعا جاي بشكل ملحوظ انها سيارة رياضية كذا، كيف وما تجي وكذا بهذه الطريقة وهي اكثر سيارة مبيعا في اسطول سيارات هيونداي. كاميرا خلفية، اعلى شعار هيونداي، طبعا فتح غطاء المحرك بهذه الطريقة بهذا الزر، صندوق الأمتعة بالأسفل للسبنة. مثل ما قلنا حنا في وكالة هيونداي اليوم، من الألوان الجديدة اللي جاية في هيونداي الانترا، وأشوف إنه جميل جدا، درجة من درجات اللون الفضي، 2000 سي سي شعار المحرك. طبعا القصة اللي من تحت جاية جميلة جدا، اللي جاية كأنها فتحات للعادم لكن أقرب للسيارات الرياضية، وفتحات كشافات ضباب بالأسفل. طبعا هذه المفاتيح لها، واحدة للكريتا وواحدة للإنترا. تشغيل عن بعد، فيها تشغيل عن بعد، وفيها غطاء فتح غطاء الأمتعة. طبعا مضافة فيها مواصفات جدا جميلة، الزعنفة اللي موجودة بالخلف هذه الناغي. خلونا نشوف بطاقة المواصفات. طبعا الجنوط 17 انش بطاقة المواصفات. السيارة بمجرد ما قربت منها طبعا انفتحت من حالة، 16.3 كيلو التقييم ممتاز، بنزين 91، سيارة دفع أمامي. طبعا بعض التفاصيل الجميلة بمجرد ما قربت منها انفتحت لحالها، وبمجرد ما بعت عنها تقفلت، فما شاء الله تفاصيل واهتمام كبير بالمزايا. هذه بالخلف، هذا التصوير اكيد، فتحت التكييف لكن للأسف بدون تكاية خلفية. ليش ما فيها تكاية خلفية بهذا الموديل؟ لكن اتوقع مع الايام او مع
مع الدفعات الجاية بتكون فيها تكاية خلفية، هذا الجزء بلاستيك وهذا الجزء قماش كروم، نوافذ كهربائية بشكل كامل، مساحة تخزين ذكية. طبعا المراتب جاية أقرب للسيارة للمراتب الرياضية، تفاصيلها حاليا صارت أقرب للسيارات الرياضية، مع أن أول للدفعات، فأتوقع في الدفعات الجاية فيها إضافات. هذه الحركة أكيد أقرب للسيارات الألمانية. طبعا نفس الوضعية هذه اللي تيجي في الكونسول الوسطي تيجي في السيارات الألمانية، وشاف أغلب الشركات حاليا أساسا ضايفين هذه الميزة. سماعات بوس بالإضافة للنوافذ كلها كهربائية، تعتبر فئة الفل كامل، ما شاء الله خروج عن المسار. القيادة الذاتية ما شاء الله مواصفات جدا جميلة، مثبت السرعة ما شاء الله. فيها بعد شاحن لاسلكي، طبعا تغييرات واضافات جدا جميلة. المناخ منفصل ما بين السائق والراكب، والله هيونداي الين ترى ابدعت الصراحة. خلينا نشوف ما شاء الله، بمجرد ما شغلت طبعا الدركسون اتحرك معي ما شاء الله. شاشة موجودة 8 انش وشاشة 10 انش. خلونا نشوف خصائص الشاشة، ابل كار والاندرويد اوتو، فيها تشغيل بصمة موجود، فتحة السقف، حتى فتحة السقف مفتوحة توضح معك، تنبيه، العدادات جاية. طبعا اكيد ما فيها خاصية الكاميرات اللي جاية في ازيرا وكذا، لكن تعتبر صغيرة. فالاضاءة اوتو، المرايات عادية، طبعا هذا التحكم بالإضاءة أقصد. خلونا نشوف مع بعض مواصفاتها بالخارج. مثل ما قلنا منفصل ما بين السائق والراكب، تحكم بخروج عن المسار أو القيادة الذاتية، والنقاط العمياء تراكشن، أوامر صوتية، هذا المود أو الميديا، هذه هنا تحكم بوضعيات القيادة ما شاء الله. شوف توني مشغلها فجاية بشكل جميل. يا وجه الله ما شاء الله، حسب وضعية القيادة تتغير معك. هذا السبورت وهذا الايكو، سبورت نورمال الوضعية الطبيعية، ايكو والسبورت حسب وضعيتك، وهذه الكاميرا. طبعا الكاميرا لاني فاتح الباب فما راح تشتغل معك كاميرات. ما شاء الله بريك الكتروني، والله تغييرات يا ناس. اوتو هولت، والله اضافات جدا جميلة. منفذ 12 فولت ويو اس بي بالاضافة لشاحن لاسلكي. طبعا المواصفات هذه كلها توني الاحظها، لاني توني اول مرة اجي للوكالة فلاحظت المواصفات هذه. فتحت للتكييف موجودة. بالأخير خلونا نشوف الإضاءة اللي موجودة بالخارج ونقول سلام. ما شاء الله جاية فتحة التكييف بهذه المنطقة، ولا ما هي فتحة التكييف هذه، فأتأكد منها برضه. بس الحين خلونا نشوف الإضاءة، جاية إضاءتها هيلوجين، جاية الإضاءة فيها هيلوجين وفيها ليد نهاري. باقي التفاصيل بشكل كامل هذه، حاب تعرف مواصفاتها بشكل كامل. طبعا السعر، بالنسبة للسعر اذا حاب، اذا كان عليها خصم او راح يكون عليها خصم، كل اللي عليك انك تزور فرع الوكالة بيوضحوا لك ان كانت راح عليها، ان كانت بتكون عليها خصومات او لا. سعرها ب 97000 ريال. هذه كانت تغطيتنا بشكل كامل من صالة الناقل هيونداي الانترا موديل 2021 الشكل الجديد، تغييرات كاملة حصلت عليها أكيد للأفضل، كأبعاد كمواصفات
كنسبة أمان، كمواصفات أمان أو أنظمة سيفتي فيها كلها مرتفعة بشكل ملحوظ. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم، لا تنسون الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك. في أمان الله.